يعتبر تأجير المنازل من بعض أهالي مكة للحجاج عادة استمرت من زمن بعيد خلال مواسم الحج. لضمان راحة الحجاج وسلامتهم، بدأت الجهات الرسمية بإصدار تصريح خاص لإسكان الحجاج. توجهنا للعاصمة المقدسة وسألنا أحد أهالي مكة عن الموضوع، واللي استرجع من خلاله ذكرياته القديمة مع ضيوف الرحمة. بيوتنا شعبية كانت، هاي حاجة تبقى مسكن طبعا جزائريين عراقيين، يعني احنا نكون معاهم في نفس البيت، ما نخرج، لا نجل لهم فرضا غرفتين وغرفتين، احنا نكون معاهم نعيش زي كأننا أسرة واحدة كلنا. طبعا ننصحهم انهم يروحوا مساكن رسمية وتصريح رسمي وحج رسمي، وفعلا لا حج إلا بالتصريح. وخلال بحثنا في أحد المواقع المختصة بالمنتجات والعروض العقارية، اتصلنا على مالك هذا المنزل اللي عارضه للإيجار على الحجاج بدون تصريح رسمي. دور واحد 8 أشخاص، نطلق 8 أشخاص، نوفر لك 8 صور. طيب دور واحد كم بيكون تقريبا سعره؟ الحج الواحد 2500. هل السكن هذا أو الفيلا هذه من ضمن الفيلل اللي حصلت على التصريح هذا أو لا؟ لا مو شرط، شوف الحج هو بيجي مكة بس يبغى مكان يستريح فيه عشان يدي لي مناسك الحج. فأنت سواء أخذت تصريح الحج ما حسبت من تصريح أي شيء، قلت لك التدقيق كله على تصريح الحاج فقط. لأخبار 24 نشمي القحطاني مكة المكرمة.